تتشابه المستشفيات والمراكز الصحية في محافظة البصرة في واقع حالها، حال عنوانه تدهور البنية التحتية في هذه المنشآت الصحية، فما بين الإهمال ونقص الكوادر الطبية ورداءة الخدمات المتوفرة، يدور سكان البصرة في دائرة الفساد الحكومي الواضح من استياء المرضى والمراجعين جراء تدهور قطاع الصحة بعلم وزارته. نعم، عانيت أول مرة أنا عندما أتيت البارحة بالمريضة اللي عندي، وجدت أنه ممرضة واحدة هندية وتفتر على ثلاث هات. اثنين، عدم وجود صبغة المفراس اللي هذه اللي تشخص الحالة بشكل مباشر، كذلك رداءة وبطء الموعد. ويضرب الفقر معظم سكان البصرة، وهو ما جعل من أمر علاج المرضى في العيادات الخاصة أمرا مستحيلا، ليضطر أغلب البصريين للتوجه إلى المستشفيات الحكومية المحتضرة بسبب الفساد والإهمال كما يقول السكان. مجبور، لأنه ما عنده إمكانية، ما عنده إمكانية. والفقير وين يروح؟ الفقير وين يروح؟ علاوة على هاي الباصات اللي والضغط اللي جاي يصير، ودفع فلوس، تحليل فلوس، شعب فلوس، نفس الشيء. يعني الفقير غصبا ما عنده يطلع منه، يطلع من المستشفى يحط له 30-40 ألف دينار. المحافظة الغنية بالنفط التي تتصدر قائمة المحافظات المصدرة له، يحرم أهلها من أبسط حقوقهم في الحصول على العلاج بمختلف أشكاله إلا ما ندر، لتتعالى أصوات السكان المتعبة تطالب المسؤولين عن القطاع الصحي، لسيما وزيرة الصحة، باتخاذ حلول عاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في هذا القطاع المتهالك.